السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الفيديو الجديد. حتى إن شاء الله إخواني في هذه الحلقة نزولا على رغبتكم سنستعرض معكم أفضل 10 ألعاب أندرويد لسنة 2018 لشهر يناير أو شهر جانفي. قبل بداية هذا الفيديو والله العلي العظيم تعبت كثيرا على هذا الفيديو، أزيد من ساعتين مونتاج وعمل، فأرجو منكم على أقل شيء دعمنا بلايك للفيديو. إذا بدون إطالة فنبدأ في استعراض الألعاب الموجودة معنا في هذه الحلقة. إذا اللعبة الأولى وهي معروفة للغاية وهي لعبة شادو فايت 3، يعني هذه لعبة قتال وهي لعبة رائعة للغاية، أنصحكم بتحميلها. بالنسبة للعبة الثانية التي معنا في هذه الحلقة فهي لعبة رالي راسير ايفو. هذه ايضا لعبة رهيبة، يعني لعبة سباقات في الصحراء، يعني رالي على شكل رالي، وهي لعبة ممتعة جدا وهي صراحة يعني جميلة للغاية هذه اللعبة. فأتمنى تنال هذه اللعبة إعجابكم ورضاكم، يعني لعبة جميلة للغاية. أما اللعبة الثالثة فهي لعبة على شكل قتال ومغامرات، فهذه اللعبة حصلت على تحميل عالي وتقييم عالي على متجر جوجل بلاي، وليست باللعبة القديمة للغاية، فهي ما زالت حديثة هذه اللعبة. كما ترون اللعبة جميلة للغاية. وبالنسبة لروابط التحميل هذه الألعاب إخواني تجدونها جميع الروابط أسفل الفيديو، مرتبة كل لعبة اسمها والرابط تحميلها أسفل الفيديو. كما ترون اللعبة جميلة للغاية كما تلاحظون معي، أنصحكم بتجربة هذه اللعبة الممتعة والرهيبة للغاية. إذن بالنسبة إخواني للعبة الرابعة فهي معشوقة الجماهير، لعبة بيس 2018، فقط أصدرت هذا الأسبوع أو أسبوع ونصف أو أسبوعين، فأنصحكم بتجربة. فهي لعبة بيس 2018 كما ترون كواليتي رهيبة للغاية، جرافيكس يعني جيد جيد للغاية، أنصحكم بتجربة لعبة بيس 2018 فهي فهي ما زالت أصدرت، تجدون رابط تحميلها من جوجل بلاي بطبيعة الحال، يعني كل الألعاب من البلاي ستور بطبيعة الحال. وبالنسبة للجودة الفيديو فأعتذر عنها كثيرا لأن الألعاب لديها جرافيكس أعلى من هذا بكثير، فقط مع التصوير يعني فسوف تنقص بطبيعة الحال جودة اللعبة. كما ترون لعبة بيس 2018 بجرافيكس خرافي للغاية وفيها جميع الانتقالات الجديدة بطبيعة الحال. أما اللعبة الخامسة فهي جوراسيك سيرفايل، يعني هي أيضا لعبة مغامرات رهيبة للغاية، يعني ستستمتع بها كثيرا هذه اللعبة، فيعني عليك أشياء كثيرة عليك أن تستكشفها في هذه اللعبة، ويعني الغاز ومغامرات فهي جيدة جيدة للغاية لهواة المغامرات، أنصحكم بتجربتها. وبطبيعة الحال كل شخص واللعبة التي سوف يحب، يعني كل شخص والذوق الخاص به. أما اللعبة السادسة إخواني فهي لعبة سباق جميلة للغاية، ستستمتع بها كثيرا وتقضي فيها وقت فراغك، يعني لعبة جميلة للغاية، تسمى ب يعني أسفلت إكستريم، يعني جميلة وخرافية هذه اللعبة، فأنا صراحة أدمنت على هذه اللعبة فهي رهيبة للغاية كما تلاحظون، جرافيكس عالي يعني كما ترى مضمار رائع للغاية، فأنصحكم أيضا بتجربة هذه اللعبة، إذا أتمنى تكون نالت إعجابكم ورضاكم.
إذن إخواني بالنسبة للعبة السابعة فهي لعبة سينية على ما أظن، يعني كما ترون لعبة قتالية تشبه النينجا على ما يعني أقول، يعني كما تلاحظون فإني في العشاق الألعاب القتالية والمغامرات، أيضا أنصحكم بتجربة هذه اللعبة كما ترون فهي جميلة للغاية. إذا أتمنى تكون عجبتكم هذه اللعبة، تكون نالت إعجابكم ورضا. إخواني للعبة السابعة على ما أظن أو الثامنة فهي تسمى ب يعني هولز ريس أوف، يعني جيدة للغاية اللعبة، فهي لعبة سباق، فهي لعبة سباق إخواني بشكل يعني كما تلاحظون بشكل بهلواني، فستستمتع بها كثيرا هذه اللعبة. لعبة ما قبل الأخيرة فهي أيضا لعبة شيقة للغاية تسمى برولز أوف سارفايل، يعني رائعة، أنصحكم بتجربة هذه اللعبة فهي يعني مغامرات، أيضا لعبة شيقة للغاية، يعني سوف تستكشف يعني كما ترون مثل لعبة مفتوحة، يمكن أن نقول لعبة مفتوحة، يعني كما ترون بحر كل شيء ولديها جرافيكس خرافة للغاية، فقط هناك مشاكل في الريكورد الخاص بالبرنامج الريكورد، يعني ولكن اللعبة جميلة للغاية، لعبة شيقة للغاية. إذن مع آخر لعبة معنا في هذه الحلقة تسمى بإس إر راسي، يعني معروفة هذه اللعبة غنية عن التعريف، لعبة سباقات مشهورة للغاية كما تلاحظون، لعبة جميلة للغاية، لعبة سباقات، فأترككم لكي تكتشفونها رابط تحميلها أسفل الفيديو. إذن كانت هذه حلقة اليوم، هذه الألعاب أتمنى تكون نالت إعجابكم ورضاكم، فلا تنسوا دعم مجهوداتنا باللايك والاشتراك، ونضرب لكم موعدا في حلقات أخرى في أمان الله.